الحضور على شركتكم وحضوركم اليوم. طبعا اليوم راح نتكلم شوية عن منصة كوتشنج. إيش هي هذه المنصة وإيش الخدمات اللي تقدمها لكم، وإن شاء الله راح نتكلم بعدين عن آلية التقديم على خصم وتفاصيل أكثر عن الخصم اللي راح نوفره لكم إن شاء الله. كما تعرفون إحنا في الاكتوارية عندنا كثير نوصل لمستوى الفلوشيب في العلوم الاكتوارية، وفي كثير مصادر عشان أو استراتيجيات عشان تذاكر حق هذه الاختبارات ولكل جمعية. من ناحية جمعية الـ SOA وجمعية كاز، عندنا منصة إلكترونية اسمها اللي هي كوتشنج شواريز، يقدرون تستخدمونها عشان تذكرون وتستعدون حق بعض الاختبارات. طبعا هذه المنصة عشان نوريكم أكثر إيش موجود. هذه المنصة الاختبارات التي تقدر تجهز فيها هي اختبار بي وإف إم، وتقدر تجهز أو تأخذ اختبارات الفي إي لأنها جهة معتمدة من الـ SOA، وتقدر تجهز حق اختبار الـ IFM واختبار الـ TAM و STAM اللي هو Long Term و Short Term، واختبار اللي هو SRM. وعندك إذا كنت راح تروح على جهة كاس تقدر تجهز حق الـ MAS1، وإن شاء الله مع الوقت راح يضيفون كورسات أكثر وأكثر. خلينا نشوف. احنا انا عندنا واحد عندنا حساب مسجل هو في ستام حق اخونا علي. فاول شيء هو لما تسجله حق اختبار في عندك ثلاث جهات تقدر تشوفها، انا عندك اللي هو ليرن وادابت وفورم. الليرن ايش هو الليرن؟ الحين نشوف الليرن. لما تدخل حق اختبار تدخل الليرن راح يوريك الشباتر حق كل اكزام. ففي الستام نشوف هنا ان عندي انا كم، عندي تقريبا اربع شباتر اللي هم Severity, Frequency and Aggregate Models, Construction and Selection of Parametric Models, Credibility and Short-Term Insurance. أما أختار مثلا اللي هو Severity, Frequency and Aggregate Models، تقدروا تشوفوا Section أو Sections الموجودة داخل هذا الشابتر. في Sections مثل مثلا نشوف هذا السكشن هو Parametric Distribution، أقدر أشوف هنا إيش يتكلم عنه هذا السكشن، إيش راح أتعلم. شوفوا تحت هنا Difficulty، هذا يعطيك مستوى الصعوبة، مش صعب كثير. عدد الأسئلة اللي ممكن تجيك، يجينا واحد ماكسيموم من هذا السكشن. وهنا بتشوف عدد ساعات الريكومندد، يعني بالمتوسط كم تحتاج عشان لما تدخل على هذا السكشن. راح تشوف هنا الفيديوهات، مثلا تدخلوا هذا الفيديو مثال، معلش يا حسن ممكن بس ترفع صوتك شوي؟ اي ما عندك مشكلة. مثل ما تشوفوا هنا هذا هو اللوكيشن، هو عبارة عن فيديو شخص يشرح لك الماتيريال. طبعا تحت هنا overview، تقدر هنا تسرع الفيديو وتبطئه. الدسكشن هنا تقدر انت تكتب سؤال اذا ما فهمته بخصوص هذا الفيديو وهذا الدرس، تكتب سؤال وراح يجاوبونك موقع كوتشنج. الترانسكريبت اذا انت مثلا ما فهمت شيء قاله تقدر تقرا الكلام اللي هو قاعد يقوله، موجود كله هنا. والداونلود، الداونلود هذا ممكن احلى ميزه اللي هي تقدر تحمل تقريبا اذا ما خاب ظني اربع فيديوهات كل يوم،
حق كل درس، فتقدر أن تحمل الفيديو هذا كامل وتحفظ عندك في جهازك وترجع له متى ما بغيت. تمام، هذا بخصوص اللين. لما تخلص اللين ثاني شيء تسوي تروح الأدابت. إيش هو الأدابت؟ الأدابت هو أنك تتمرن على الاختبار وتجهز نفسك، أنه ما يكفي أنك تتعلم الاختبار، بعد تحتاج أنك أنت بعد تتعلم وتحل أسئلة على الاختبار. فعندك أول شيء هنا براكتس، عندك بلد كويز. إيش يعني بلد كويز؟ تقدر تروح هنا هنا تختار الشابتر اللي تبيه، ذكر الأربع شباتر، وهذا هم أربع شباتر، فأنت تقدر تختار شابتر كامل يختاره كذا أو لا. مثلا أنا لاحظ أن عندي الشباتر هنا أنا ضعيف فيها، فأقدر أختار هذا الاثنين بس. تمام، طيب الحين عندي هنا إيش يقول لي؟ يقول لي أنا حليت 50 سؤال، 39 منهم كانوا صح، بقية كانوا غلط. عندي هنا صفر، بمعنى أنه صفر من صفر، أن أنا ما حليت ولا سؤال من هذا الشابتر للحين. ففرضاً لو أنا بتدرب الحين على هذا الشابتر، هنا الشابترز السكاشن اللي راح تجيكم هذه موجودة هنا، هنا تقدرون تختارون كم عدد الأسئلة اللي تبونها في الكويز، وهنا الصعوبة. طبعاً كل اختبار يعتمد، يعني في اختبارات يقولك إذا أنت وصلت إلى مستوى 5 وفوق في الصعوبة راح تقدر تعديه، وفي اختبارات يقول لك لا لازم توصل مستوى 7. تمام، هنا عندك تقدر تختار هل يختار لك الكويز لما تسويه، هل تبي يختار لك الأسئلة كلها بكل أنواعها، أو تبي الأسئلة اللي ما عرفت تحلها في الكويز قبله يعني. وعندك هنا اللي هو السورس، من وين يجيبوا لك الأسئلة. إذا اخترت مثلاً بس اللي هو كوشن انكشواريز، أنت راح يجيبوا لك أسئلة من الماتيريال اللي عندهم، من نفس التست بانك الموجود في الموقع. أما إذا اخترت questions from SOA بس، راح يجيبوا لك أسئلة بس اللي موجودة من التست بانك حق الـ SOA كاز. وتقدر تنوع تختارهم اثنينهم، راح يجيبوا لك من نوعين. تمام، هذا من ناحية الكويز. هنا عندك أنك تأخذ فول إكزام. مثل ما تشوفون الحين أنا ما أخذت ولا إكزام. لما تأخذ إكزام تقدر تعرف مستواك، مثل ما قلت لكم غالب أغلب الاختبارات يحتاج مستواك يكون بين 5 و7. إذا وصلت هالمستوى راح تكون إن شاء الله مستعد أنك أو باحتمال كبير تعدي الاختبار. تقدر هنا تختار نفس الشيء، أنا مثلا هنا أختار mix with question questions. تقدر تختار only SOA أو CAS questions، ممكن تختار أن don't include SOA أو CAS على حسب اللي أنت تحتاجه. وعندك بعد فوق هنا يعلمك على مستواك، تقدر تشوف هنا إذا أنت كنت تتطور أو لا. فهو يعطيك هنا اللي فوق هنا باختصار مجرد سامري حق أدائك يعني. آخر شيء اللي هو الدسكشن. الدسكشن هو مثل موقع موجود يناقشون فيه الطلاب أو المشتركين في الكوتشينج شورس، يناقشون فيه الأسئلة ويحطون بعض الأسئلة عن الاختبار. فتقدر تشوف أسئلتك هنا، فمثلا أنا سأل هنا كم 4 أسئلة، تقدر تشوف يعني هنا في الأدابت أنا عندي سؤال واحد في الأدابت، وعندي 3 أسئلة في اللير. فتقدر مثلا تشوف السؤال اللي أنا سأله هنا وتشوف إجابته هنا موجودة، وهذا هو السؤال مثلا، هذا هو السؤال مثلا ما عرفته أنا. ف تسأل مثلاً الكوشنج تشوريز أن كيف حله، وعندك شيء مش واضح في السؤال أو جزئية مش واضحة في اللين، تسألهم وراح يجاوبونك إن شاء الله يعني. هل يعني سرعة الرد تكون يعني خلال وقت وجيز ولا في تأخير يا حسن؟ يعتمد عليهم، بس غالباً بسرعة يكون الرد، يعتمد على حسب الفترات إذا عندهم إجازات أو لا.
الفورمة هذا آخر شيء، هنا راح تشوف كل الأسئلة اللي سألت من المشتركين عن اختبارك اللي أنت مسجل فيه. فالاختبار السام عندنا كم؟ عندنا هنا 89 صفحة، زي تقدر تشوف أسئلتهم. إذا كنت فاضي تقدر تشوفهم، ممكن تشوف شيء مفيد أو تشوف سؤال يعني يفيدك بعدين. مثلا هذا سؤال، هنا سؤال، تقدر تشوف إيش سؤاله كان وإيش الرد كان. فهذا باختصار هو الكوتشنج. في عندك اللي هو آخر شيء، أن كيف أشترك أنا في كوتشنج. قول مثلا أنا بشترك في اختبار بي، فتسجل أول شيء تسوي لك حساب في الكوتشنج، بعدين تختار الاختبار اللي تبيه وتدوس تضغط على باي ناو، وراح تشوف إضغط فيو برايسز، راح تختار هنا المدة اللي تحتاجها، تختار 7 أيام تقدر إلين سنة كاملة. طبعا إذا اخترت 180 يوم أو أكثر راح يعطوك انكلود وان باس جارنتي، إن هو إذا ما عديت الاختبار تقدر تعيد ببلاش اللي هو الكوتشنج وتذاكر من جديد ببلاش عشان تعيد الاختبار وتنجح فيه. طب يا حسن، كيف هم يعرفوا انك ما عديت الاختبار او عديته؟ هل تبغى جد والله بلاش؟ ما جربت هذه البروسس، لكن هل انت ترسل تكتب؟ لهم ايميل، ترسل لهم ايميل وراح يعلمونك يعني ايش هو البروسس عشان انا يرجعوا لك الحساب. على ما اعتقد انه اللي يختبرون بتجيهم ورقة اللي هي حق انه الباس congratulations. والفيل ممكن اي يقولوا لك ورينا الورقة ممكن، فمش متأكد أنا من آليتهم، ممكن يغيروها بين فترة وفترة والله مش متأكد. لكن إذا أنت لا سمح الله ما عديت اختبارك، كنت مشترك في 180 يوم أو أكثر، تواصل معاهم وراح يعطونك اشتراك مجاني. بخصوص إذا كنت عندك، كنت طالب وعندك بطاقة الطالب، تقدر تختار أنك أنت طالب، يعطوك خصم لا بأس فيه. طبعا هنا عندك خيارين، عندك تختار الأدابت زي ديرلين يعني تتعلم الماتيريال وتتدرب عليه، أو ممكن بس تتدرب عليه تقول لا أنا فاهم الماتيريال أبي بس أتدرب على أسئلة. طبعا إذا ما كنت تحتاج فيديوهات، تحتاج بس كلام حق الليرن، بتتعلم ماتيريال يعني بس كلام، تبي كتيب مثلا أو شروحات مكتوبة ما تحتاج فيديو، هي تضغط هذا اللي هنا وراح يقلل لك بعد. فباختصار هذا هو موقع كوتشنج انكشواريز. الحين راح نتكلم عن العرض اللي احنا اخذناه من عندهم. تواصلنا احنا معاهم مع كوتشنج انكشواريز وقلنا لهم احنا نادي وكذا وعندنا طلاب لا بأس فيهم في المملكة يعني، وكثير مهتمين ان يعدون هالاختبارات، ف صار تواصل وبين فترة وفترة، والحمد لله توصلنا لاتفاق بين احنا النادي العلوم الاكتوارية في جامعة الملك فهد وبينهم. في البداية كانوا راح يعطونا فقط العرض إلى بس طلاب جامعة الملك فهد، لكن حنا يعني قلنا كلنا يعني بالنهاية نخدم إن شاء الله مملكتنا، وما في فرق سواء كنا من طلاب جامعة الملك فهد أو من جامعة الملك سعود. فحاولنا معهم والحمد لله يعني ان استجابوا، وصار الحين الخصم للجميع يعني من سواء جامعة الملك فهد او جامعة الملك سعود. الخصم عبارة ان اذا راح تشترك في الليرن مع الادابت حق التمارين راح نعطيك خصم 70% من السعر، بمعنى اذا كان يكلفك الاشتراك 1000 ريال راح الحين يصير يكلفك 300 ريال. أما إذا كان بس المانوال مع البراكتس بدون الفيديوهات راح يكون 35%. أما إذا كان فقط براكتس بس تمارين راح يكون خصم 25%. إن شاء الله أتوقع حامد راح يحط في الشات أرقام تتواصلون معها. الشروط عشان يجيك الخصم أن لازم تكون أنت مسجل من قبل في النادي وتكون طالب. للأسف حاولنا معهم على الموظفين وهذا بس
إلى الآن ما في أي شيء، ممكن في المستقبل إذا حصل فرصة للموظفين نعطيهم خصومات، أما إلى الوقت الحالي الخصومات هي فقط للطلاب وأعضاء النادي. طب يا حسن، بالنسبة للطلاب مثلا سعود، هل يقدروا يدخلوا النادي؟ الطلاب السعودي اوريدي احنا رسلنا اعلان تسجيل وسجلوا الطلاب من السعود. اذا كان الطالب من السعود مسجل في النادي يقدر ياخذ الخصم، في سؤال، بخصوص الفترة الين نهاية السمستر. يعني من الحين إلى تقريبا نهاية جون. ايه تقدر تقول تقريبا 90 يوم. طبعا اللي معرف التفاصيل يتواصل مع الأرقام هذه، رئيس ايه النادي اللي يحتاج على ومحمد تفاصيل الشيخ. اكثر، اللي يبي يحتاج تفاصيل اكثر او يحتاج او ناوي ياخذ هذا الخصم يتواصل مع الارقام الموجوده في الشات ان شاء الله، وراح احنا نتواصل معاه ونعلم ايش نحتاج منه وايش لازم يعبي، وراح نعطيه كود يقدر يستعمله. ما أدري إذا في أي استفسار ثاني أو أي يا شباب، إذا أحد عنده أي استفسار بس يكتبه هنا وإن شاء الله نرد عليه. تقدر تكتبه، تقدر تفتح المايك تتكلم، خذ راحتكم. يعني التواصل يكون معكم مو مع نفس الكوتشنج عشان لا الخصم. لا لا التواصل معنا. خلي أوريك ممكن كيف راح بيكون. راح تدخل على بتكلم الأرقام الموجودة، رئيس النادي على عليه ومحمد الشيخ، بتقول بتعطيهم بيعطيك فورم تعبيه. انزين فمثلا أنا لو بسجل هنا هنا راح عندك كوبون تضيفه، هذا الكوبون احنا راح نعطيك اياه راح يصير لك خصم 70%. في تمام. سؤال يقول، هل الخصم اللي هو 70% فوق خصم الطالب ولا غير عنه؟ هذا الخصم بيكون مشمول، هو بيكون مع خصم الطالب ومع خصم حق النادي، يعني فوق خصم الطالب راح نعطيك خصم إضافي عليه، يعني يكون استبدل مجموع مثلا، الخصم، الخصم التوتال يكون أو مجموع الخصم يكون 70%. يعني ما عاد بيحتاجون هذا الكوبون اللي هو ستودنت باندل، صح؟ لا 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 ما راح يحتاجونه، بيكون كوبون واحد هو يشيل، هو بياخذ لك خصم طالب وخصم النادي مع بعض. أنا رسلت في الشات التعليمات حق آلية الخصم، فاللي يبغى يطلع عليها وياخذ سكرين شوت يقدر يتفضل. طبعا مهم جدا لما تسجلون ان ترفعون بطاقة الطالب، لأن راح يدققون بياناتكم الموجودة عندنا في النادي وبياناتكم الموجودة في بطاقة الطالب اللي راح ترفعوها لهم. في سؤال يقول، هل لو كنت عضو في النادي لكن خريج، الخصم مشمول أو غير مشمول؟ لا لا فقط للطلاب الحاليين. طبعا الكود هو مرة واحدة، يعني خلال اشتراك واحد ولا في كل مرة يتجدد الاشتراك، أو في كل الاختبارات ولا اختبارات معينة؟ إلى الآن ما كانوا واضحين بهالخصوص، لكن حسب اللي فهمناه منهم أن تقدر تشترك أكثر من مرة بهذا الكود خلال هالفترة، يعني هذا السمستر إذا مثلا عديت اختبار بي وخلص تقدر تستعمل الكود مرة ثانية أن تشترك مثلا في اختبار الفهم. طبعا تفاصيل أكثر راح توضح مع الوقت، راح نكلمهم وناخذ منهم تفاصيل أكثر مع الكود عشان نوفرها لكم، وبنعلمكم الإجراءات بشكل أوضح إن شاء الله. طب زي ما قلت لكم وأعيد وأكرر، إنه أي أحد مهتم لا يتردد في التواصل مع الأرقام المرفقة في الشات، رئيس النادي ومحمد الشيخ، وإن شاء الله إنه حياخذ الكود وحيستفيد من العرض. أهم شيء يكون مشترك في النادي وطالب، صح يا حسن؟ لا يكون غلطان. اي هذا اهم نقطتين، ان تكون انت مشترك في النادي وتكون طالب. أي استفسار ثاني يا شباب؟
يعطيكم العافية على الحضور. يعطيك العافية أستاذ حسن، ما قصرت، وشكرا يعطيكم العافية، ما والله قصرت. للنادي إنه أتاح لنا هذه العروض المميزة صراحة، بالذات إنه أتاحها مو بس لطلاب جامعة الملك فهد، حتى لطلاب ملك سعود. وشكرا على الحضور. أتوقع في سؤال أخير. الموقع هذا يساعدك أنك تتدرب على تعدي اختبارات الاكتوارية، خصوصا حق جمعية اللي هو SOA وكاز. أتوقع بس ما في أي سؤال صح شباب؟ اي ما في اي سؤال لو اعتقد. اخذت اختبار في SOA مثلا P، ينفع اروح اخذ الاف ام بالكاسي ولا ما ينفع؟ لازم اكون يعني consistent بواحد. لا لا لا، في البداية ما راح تقدر تحدد اذا انت تبع الاس او اي او كاز. انت في البداية الاف ام والبي والاي اف ام متطلب من كاز واس او اي، بعدين راح تضطر ان انت تختار ان تكمل مع اس او اي او كاز، مثلا الستام والتام. إذا كنت راح استحاب تكمل مع كاز راح تاخذ اللي هو اختبارات ال MAS تقريبا 1 إلى 5، إلى لا من 1 إلى 8 تقريبا، وراح تصير فولوشيب. الـ SOA هي خطة ثانية مختلفة عنه. أما بخصوص أول 3 اختبارات هي البي والإف إم والآي إف إم مشتركة بين بعض. حابب أتأكد، هل الكل وصلت التعليمات بخصوص الخصومات بخصوص الأرقام؟ سلام، يعطيكم ألف عافية. في أي إضافة أستاذ حسن؟ لا يعطيكم العافية، ما قصرتوا، وإن شاء الله نفيدكم أكثر في المستقبل. لا تنسى بس تاخذ سكرين شوت للارقام والتعليمات، عشان لو قفلت الميتنج اتوقع انها بتروح. إن شاء الله راح نرسل بعد الأرقام إحنا في الجروبات، إذا كنتم موجودين في جروب من جروباتنا بنرسل لكم الأرقام. يعطيكم العافية على الحضور.